طبعا مساء الخير، شو اخباركم اموركم؟ تحياتي لكم. عن العراق، عن نيابة، عن نيابة، احنا صوت العراق ما ينزل نظل عن نيابة. وهسه ثورة العراق صدق عني. انت ماما اللي ما تسوى قشر من قشر الفقير العراقي، وهو ابن ملحة اللي ما جابته اجنبية، واللي ما وكلته حشرات واشياء غير لائقة بالإنسان. إحنا أكلنا خبزة بت ملحة. فأنا شو أقول لك يا ماما؟ أنت إذا عندك الفيشة اختلت، وإذا الضغط عندك موشي، خلي تدزك إن ماما للطيارة وتجيبك للعراق، وإحنا نصلح عندك كل شيء. أدواك يمي، انا اصلح الضغط مالتك، لان بس تجي يمين شوية تصحى دماغك وترجع للصين حتى تكمل اكلك وبرنامجك وانجازك المبدع بالصين. يروح الماما، اوكي؟ احنا ما يهزنا شيء، احنا ولد ملحة. اللي ما يهزنا اكبر شخص بالعالم، احنا عراقيين، احنا اسود رافدين. هذا ملعب، واللي يريد يجي يلعب ويا العراقيين يكسر خشوم يا بلا عادي. فش اقول لك يا روح الماما؟ اقعد يا ماما احسن لك، لا تندك بولد ملحة. اوكي يا بي، تحياتي لكل العرب وخاصة دولتي الحبيبة العراقية. عني يا عراق بصوتك فوق فوق شامخ. عني يا عراق، عني يا بي، تحياتي للكل.